اللي علمنا المحبة يا جدي. الله، طول عمري وانا اسمع افلام جميلة من اهل الجبل. في خروج الإضاءة لما كنت اسمع بعض اللقاءات مع ناس من الجبل، كنت اسمع في كلامهم درق وفهامة وعقل وجمال. من يقول ان قداوتنا وجبالنا ما فيها ناس هيمة؟ لا ثم لا، اهلنا في ارضنا في اماننا ما تعرف غير الحب والسماحة. هذا الكلام اللي يسموه صوت العقل من ابائنا واجدادنا واولينا صحيح، وقالوا اللي ما له اول ما له ثاني. الحين عبوا غير الخبر الاكبر اللي يفرح العائله، وهذا البيت الكبير. الخبر يا جدتي والكل صار عارف ما عاد عم سلمة. وبصراحه نعتذر عن ذلك يا عم الغالي، لانه هذا مش عن طهر. الخبر انه اخونا الكبير شروفان قول له اشرف، سميه اشرف. حاضرين للطيبين. خلاص اخونا اشرف ناوي باذن الله. انت بتخطب ولا ايه؟ وانت ليش مستعجل يا اشرف؟ قصدي يا اشرف، اخونا اشرف بغى يخطب علشان يتزوج. الحمد لله الساعة المباركة. ما صدقت دخل صالحة بيتنا الكبير عشان يكبر. يكبر بأنفاسك يا الغالي، يكبر بأنفاسك. الحمد لله الحمد لله. يا داري دانا داري يا داري يا داري داري يا داري دانا داري يا داري داري يا داري دانا داري يا داري داري يا داري دانا. ايش بسوي بهذه الخمسة آلاف؟ هذه ما تسوي شيء. حطها مع فلوسي وخلينا نشتري قطعة. ومن وين تحصلي قطعة أرض؟ خمسة آلاف. حتى الجبال واللي في السيوف ولا حتى آخر الدنيا ما تحصلي خمسة آلاف. أنت هات الخمسة وخليني أتفاهم مع مطرة، علي وحتى نحصل أرض تشتري منها كمان فلوس.